إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام، تحدثنا في الخطبة الماضية عن حقيقة الرزق في الشريعة الإسلامية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أسباب جلب الرزق، بمعنى ما هي الطرق والأسباب التي ينبغي على المسلمين أن يسلكها لكي يستجلب الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. وأسباب جلب الرزق سببان، سبب مباشر وسبب غير مباشر. أما السبب المباشر فعندما تتاجر أو تمتحن حرفة أو تعمل عملا، فهذا سبب مباشر لاستجلاب الرزق، وهذا الكل يعرفه والكل يسعى إليه. هناك أسباب أخرى غير مباشرة تؤثر في زيادة الأرزاق وفي طرح البركة فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وسنذكر بحول الله عز وجل في عجالة واختصار واقتضاب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام 8 أسباب إذا فعلها العبد أعطاه الله عز وجل رزقا طيبا ووسع له فيه وبارك له فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أول هذه الأسباب الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك مصداقا لقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين المولى جل وعلا أن الاستغفار تحصل به هذه الأمور، وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وهذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية: بمعنى أنكم إذا تبتم واستغفرتم وأطعتم ربكم سبحانه وتعالى وسع لكم في أرزاقكم، وسع لكم في أرزاقكم. وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان جالسا مع بعض أصحابه، فدخل عليه رجل يشكو إليه جذب الأرض، يعني الأرض مابقاتش كتنبت، المطر ما كاينش، الجفاف. فقال له: استغفر الله. جاء رجل آخر يشكو إليه الفاقة، معنى الفقر، ما عندوش فلوس، فقير، قال له: استغفر الله. وجاءه رجل آخر فقال له: ادعو الله أن يرزقني الولد. الناس اللي مزوجين هذه مدة وباقي ما عندهمش الأولاد، قال له: استغفر الله. فقال له أصحابه: جاء أناس بمسائل مختلفة وأجبتهم بجواب واحد. قال: ما قلت شيئا من عندي. قال: ما قلت شيئا من عندي، وتلا قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الناس اللي باغين الأرض، باغين المطر، ويمدد
يمسككم بأموال وبنين. الناس اللي باغي الفقر واللي عندهم الفقر واللي باغي الوليدات، باغي ربي يرزقهم الوليدات، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن أول أسباب استجلاب الرزق هو استغفار الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. الأمر الثاني الذي يستجلب به الرزق التوكل على الله، أن تتوكل على الله عز وجل في فعلك الذي تقصد به استجلاب الرزق، أن لا تتكل على أحد من الخلق. خارج تخدم، خارج دير تجارة، تشري أرض تبيع وتشري فيها، تفعل ما تشاء، أخرج وأنت قلبك معلق بالله. ما تقول لا حق راه فلان غيقضي ليا، ولا فلان غيتوسط ليا، ولا حق فلان وراني معول على فلان. إلا عولتي على المخلوق يصبح مريض يصبح ميت هز الكلمة. ولكن علق قلبك بالله عز وجل، خذ بالأسباب، لكن القلب ينبغي أن تكون متصلا بالله متوكلا على الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عندك ما تدير بالعالمين، لو توكلت على الله وحده كفاك كل المخلوقات. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث عند أحمد والترمذي بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، توكل حقيقي مش التوكل ديال اللسان، وتوكلنا على الله وهو قلبه راه كيتسنى فلان يقضي ليه. لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة، كتخرج في الصباح في الغادات خماصة بعنا كرشها خاوي، وتروح بطان. شوف الطير تيخرج ما عنده لا خدمة لا تجع، كيخرج على الله، كيخرج تيطلع النهار تيفيق تيخرج، تيبقى ينقط هذه من هنا وهذه من هنا وهذه، لكن ذلك الطير راه متوكل على الله حق التوكل. ولذلك في العشية تيرجع شبعان مع راسه. لو أننا نفعل فعل الطير لحسنت أرزاقنا. الأمر الثالث وهو عبادة الله عز وجل، أن يأتي المسلم بما فرضه الله عز وجل عليه، وأن لا يضيع واجبات الله عليه، وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله فيتفرغ للعبادة. وانتبه بين قوسين حتى يقول شي واحد جبتي نبقاو جالسين حنايا في المسجد وما نخدمو ما نردمو. لا سيدي، العبادة ماشي هي تجلس في المسجد، الجلوس في المسجد والصلاة في المسجد أحد العبادات، لكن العبادة راها في حياتك منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغمضها في المساء. ينبغي أن تكون عبدا لله مطيعا له ومتقيا لله عز وجل في سرك وعلانيتك. تعبد الله في بيعك وشرائك، تعبد الله في علاقتك مع الناس، تعبد الله في وظيفتك ولا تكذب ولا تغش، تعبد الله في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: يا ابن آدم، قال الله تعالى حديث قدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ولذلك ترى الناس اللي كتلقى عنده الفلوس عنده التجارة ولا باس عليه ومشغول وخايف وهو غني ولا يستمتع بغناه، دائم الخوف على أن ينفلت منه هذا الغنى. لماذا؟ لأنه لم يتفرغ لعبادة الله عز وجل، تفرغ للدنيا وتفرغ لمالها وزخرفتها وإلى غير ذلك. ولذلك تجد معه المال لكنه فقير، لكنه فقير مسكين، يعيش خائفا ويموت خائفا على ذلك المال من الضياع.
لكنه لو كان عابدا لله وجعل هذا المال وسيلة لابتغاء مرضات الله لعاش مطمئنا مستريحا متيقنا بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع المتابعة بين الحج والعمرة. الناس اللي تقول لك ما تقويوش من الحج ما تقويوش من العمرة أسير دروع الفقراء، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودع عنك كلام الضلال، كلام الذين لا يريدون بهذه الأقوال، لا يقولونها رحمة بالفقراء ولكنهم يقولونها لضرب شعائر الله ولتهوين شعائر الله في قلوب العباد. زعما هو بقوا فيه الفقراء، هو المال اللي كيتخسر في المهرجانات وعلى كرة القدم وكيتعطى للمدربين وهو إلى المال إلى 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 غير ذلك من الأموال الطائلة، أموال طائلة يعني تضعف عما ينفقه الناس بالملايين. هذه هي ما كينتقدوها وما تيدونوا عليها، هو بلغ غير فريضة الحج ولا فريضة العمرة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار أو كما تنفي النار خبث الحديد. بمعنى الإنسان إذا كان كيتابع بين العمرة، مرة يدير عمرة، مرة وخا حاج، مرة يعاود يحج، المتابعة بينهما تنفيان أمران اثنان. الأمر الأول الفقر، ما تخافش الشيء اللي كيكثر العمرة وكيكثر الحج عمره يكون فقير بإذن الله عز وجل، وعمره يكون فقير بكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وينفيان الذنوب، كل مرة تمشي دير العمرة، مرة تمشي دير الحج، راه كل مرة راك غادي وتتغسل، لأن العمرة والحج المبرور ليس لهما جزاء إلا الجنة. فيذهب الإنسان إلى ربه وهو طاهر بسبب هذه المتابعة. خامسا صلة الرحم من أسباب توسعة الرزق وبسطه، صلة الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، بمعنى يطيل الله له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. سادسا الإنفاق في سبيل الله، وقد جاءت أحاديث كثيرة بل قد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن من أسباب كثرة المال وزيادته كثرة الإنفاق. بمعنى أن الإنسان ما دام ينفق في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يبسط له في رزقه. وأقول على سبيل المثال قول ربنا سبحانه وتعالى وقوله الحق سبحانه وتعالى، قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بمعنى أنه مهما أنفقتم من نفقة فيما أوجب عليكم أو أباحه لكم فإنه يخلفه لكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب والجنة. بمعنى أن الإنسان كلما أنفق في سبيل الله فإن الله عز وجل يخلف له ذلك المال خلفتين، الأولى في الدنيا، بعد في الدنيا كترجع لك الأموال ديالك اللي عطيتي غادي يرجع لك، كن مطمئن، وفي الآخرة أن الله عز وجل يعطيك الثواب ويدخلك الجنة. وقال ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى في معنى الإنفاق، قال أن الله سبحانه وتعالى يعدنا بإثنتين والشيطان يعدنا بإثنتين،
الله عز وجل وعد عباده مسألته، والشيطان وعد الناس كذلك مسألته. أما وعد الشيطان فهو قول ربنا سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال يقول لابن آدم: لا تنفق هذا المال فإنك تحتاج إليه، هذا وعد الشيطان، لا تنفقه فأنت تحتاج. كلما جاء منادي النفقة إلا وجاء الشيطان وقال لك في أذنيك وهمس لك همسة نصيحة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم على أنه ناصح لكنه كاذب. لا تلقي هذا المال فأبناؤك يحتاجون إليه وأنت تحتاج إليه، وهذا من وعده بالفقر. ويأمركم بالفحشاء وهي تلك المعاصي التي يأمركم بها، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله عز وجل يعدنا المغفرة على الاستغفار والرجوع والإنابة، ويعدنا الفضل على الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. الأمر السابع الذي يستجلب به الرزق وهو الإحسان إلى الضعفاء وإلى الفقراء. المسلمون يعتنون بفقرائهم ويرحمون فقراءهم ويعطفون عليهم ويحسنون إليهم ويأتون إلى حاجتهم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفي رواية أخرى: أبغوني ضعفاءكم، بمعنى جيبوا لي وريوني الضعفاء ديالكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكان السلف إذا أرادوا أن يدعوا الله عز وجل في صلاة الاستسقاء كانوا يدعونه بالضعفاء والرضع والبهائم، يستشفعون إلى الله عز وجل. رأى ذاك الغني الذي لا يخرج زكاة ماله ولا يقوم بالعبادة ولا يتوب إلى الله وهو يعني غان في طغيانه، هذا شيء يعطيه الله، شيء ينزل عليه من المطر، ماذا أي دعاء سيستجاب له؟ وإنما عندما تجذب الأرض وتمسك السماء القبر فإن الله عز وجل يرحمنا بأولئك الضعفاء من الرضع الذين لا حيلة لهم، ومن تلك البهيمة البكماء التي لا ذنب لها، ومن الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم. أبغوني ضعفاءكم. فمن أسباب سعة الرزق واستجلاب المطر الإحسان إلى الضعفاء وقضاء حوائجهم. ثامنا الهجرة في سبيل الله. من بين أسباب سعة الرزق أن يهاجر المسلم في سبيل الله، لقوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة. قال ابن عباس في تفسير السعة، قال: هي البسط في الرزق. وقال قتادة رحمه الله تعالى قال في تفسير السعة، قال: أي يخرجكم من الضلال إلى الهدى ومن العينة إلى الغنى. معنى أن ذلك الذي يهاجر في سبيل الله بمعنى يذهب إلى مكان غير المكان الذي هو فيه، لماذا؟ لكي يعبد الله، ولكي يأمن على دينه، ولكي يحفظ دينه. الذي يفعل ذلك فإن الله عز وجل يعطيه سعة في الرزق، وهذا وعد الله. فينبغي علينا نحن معشر المسلمين أن تطمئن قلوبنا على أرزاقنا، وأن نعلم أنها بيد ربنا سبحانه وتعالى، وأن الذي علينا أن نحسن الظن بالله، وأن نبتغي الأسباب تلك المباشرة والغير المباشرة، ونحسن ونجمل في الطلب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه ثمانية أسباب ذكرتها على الإيجاز، وإن شاء الله
الله تعالى سأفرد كل واحدة منها بخطبة مستقلة نزيدها بيانا وتوضيحا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur l'honneur le plus noble des prophètes, Mohammed, sa famille ainsi que ses compagnons. Nous avons évoqué vendredi passé la subsistance. Aujourd'hui, nous parlerons des causes qui peuvent nous la faciliter. Premièrement, le repentir. Allah a dit dans la sourate Nuh, verset 10-12, « Repentez-vous à votre Seigneur, car il accepte le repentir. » Il fera descendre une pluie abondante et vous donnera des richesses et une descendance des jardins et des rivières. Ce verset a été commenté par l'imam al-Qurtubi en disant que le repentir fait augmenter la subsistance. Ibn Kathir, un autre commentateur, disait de ce verset, indique que le repentir et l'obéissance au Seigneur font augmenter la subsistance. Deuxième point, c'est de se laisser aller à la bonne volonté de notre Seigneur, lui faire confiance. D'après Omar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faisiez réellement confiance à votre Seigneur, il vous donnera votre subsistance comme les oiseaux qui partent affamés le matin et reviennent rassasiés le soir, rapporté par l'imam Ahmed, radiyallahu anhu. Allah a dit dans la sourate, la répudiation, au verset 3, « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui garantira sa subsistance, car il a décrété pour toute chose sa quantité et la volonté d'Allah sera exécutée. » Troisième point pour augmenter la subsistance, et c'est l'adoration. L'adoration est un moyen formidable pour augmenter sa subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô fils de l'homme, concentre-toi sur ton adoration exclusivement, je remplirai ton être de richesse et j'éloignerai de toi la pauvreté. Si tu ne le fais pas, tu seras occupé et pauvre. Quatrième point, le pèlerinage petit et grand. Abdullah ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Liez les deux pèlerinages, le petit et le grand, car ils chassent la pauvreté et le péché, comme on nettoie le fer et ses impuretés. Cinquième point, les liens familiaux. Celui qui ne rompt pas les liens familiaux, Allah lui accordera une bénédiction dans ses richesses, ses enfants, son argent, sa science et même son âge. Beaucoup de traditions orales rapportées dans ce sens. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut l'abondance dans sa subsistance, une longue vie et beaucoup d'enfants qui lient les liens familiaux. Sixième point, le don. La générosité, la charité dans le sentier d'Allah. Beaucoup de textes ont été rapportés dans ce sens car celui qui donne aux nécessiteux, aux indigents, Allah lui rendra en plus grande quantité. Allah a dit, si vous donnez, Allah vous le rendra, et c'est lui qui donne la subsistance. L'imam Ibn Kathir, pour commenter ce verset, a dit, chaque fois que tu donnes dans le sentier d'Allah, il te le rendra dans cette vie en bonne récompense. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, deux viennent d'Allah et deux viennent du diable. Le diable promet la pauvreté. Il te demande de garder ton argent car t'en as besoin et ordonne le péché alors que Allah te promet le pardon et la richesse. Septième raison qui augmente la subsistance, c'est la bienfaisance envers les pauvres et les faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'Allah donne sa subsistance grâce aux gens bienveillants et bienfaisants. L'imam Bukhari a rapporté dans son authentique recueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vous fera triompher et vous donnera la subsistance grâce aux gens faibles de votre communauté. Huitième cause
c'est l'immigration dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le Saint-Coran, Allah dit, celui qui immigre dans le sentier Allah, il trouvera richesse et subsistance. Qatada radiyallahu anhu a dit, Allah sortira les gens des ténèbres vers la lumière et de la pauvreté à la richesse. En conclusion, le musulman doit être rassuré complètement que sa subsistance est déjà prévue et entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا وتراصوا واعتدلوا حادوا بين المناكب والأقدام سدوا الفرج ولينوا في أيدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.